قال لي اهم شيء ان ما انت قدرتنا وراح بسوق هذا الحيس ايه تقدر او قدين معي العريره هو ربعيد وحد الله فما جب عينه بايزي يوهبيد وقاب كبير ادكسن سؤال هذا الدجال كان دارود وي ما ربات هي ساعة ودارود يير سما على يا كاي كبحيه ماشي هو ظان سيدا كارتون كان ادكسن سوق هذا ترى انا سكو بالله وحا ارك ساعيدمده مركز جمهوريه سومالان ومركز مغالده لاس عبد غوديده سوده عالمكي جمهوريه اي بركيسنانا بابا عبد الله وارتاه كور وري هيو قبا يرير اي ارغغ حسدا مغالده ساي مغالده اسعود اي كغاقتي ايدمده جمهوريه سومالان لغبي هانبا غوبل كا سو لو دون وي حاصل دونان ارغغ حسدا اي وحا سو دلمش ولا ساري دونان برنامج الحرير ارغغ حسدا هلكاس كسو دوشي شخصيات كا اي وايين اي أسود كوميونيتي وطن إذا صار أي دورة بعند بريه دي بي هاي شيء أكو سعنا قبيل كأديك سنة حين الله أكبر تنا أكو سعطاي وهابي وسيد قبيلة سيد هركين حين يو الربع اللي خسر أحب حان قصيد أي سنة حين مقدش الله ما يكون يتضوري هاي دي يسي الله أكبر تنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تلاك عمش الله ما بس الله أكبر هلاك عمش قبيل كأديك سنة حين وهابي أمريكا حيلين قبيل أيا لوسو دوري ديجان قبيل لوسو دوري إحنا سومنا الكرتشنا جيد كودي أي سأما سأ لربان ثم هكذا يسومنا ساق خليه ما هني حق أمريكا ساق لاتين وأير سماري اسمعني برد الله في جنة قرأت كنا دارات يو هلك سوا تعبنا بحين كنا حيجرو يو إلا غربي عاقا وعلى قبيلين هيا وجدين بكله هنا قرأ ليسو موسى وأنا صدنا شن سنة هو بعرسنا يي ضد ما تاي ما كسر وشاي حنسوقي waxaa ku garabsiinaya ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle haa sheekada ee raisin kima ka socota laas caara daaralo maxayda ku dhacay daaralo maxayda ku dhacay daaralo kaca waa maqlaysa daaralo kaca daaralo maxayda ku dhacay sheekada ee raisin baa socda erer marka alle Ismaaciil Cumar Geelle ku jira dagaalka weeyaa weeyaa sawada hadal qaadan waa horay dabcan waxa ka wax shidahay waayo waa wehaabiyadii qabiilada ee raama garaasay in kor u kiciyaaro قبيلة قبيلة كلها كسر دولة وجدون كجمهورية دا سودان لا الدولة نمدا إذا كان صوماليا ده بدو بي لما تقولي له أنت أقول ورا ما أركان كفر تكسر ما أنا هيا هل كان بالله صوص على هيك رب واحد بيسني ما قاب كلا أيه ولا لا تعال كوا تارو ير شيخو هبيد ده بس يسأل القرآن أي ربعان تو حمر حل ميال والله أو بالله تلا حل حكوت شرقي عادي غاتان إن أقول متان تارو وحن ليه هاي قرو كذا غاقة أقرو كذا غاقة الله سعرف وحن ليه بوس بوس هذا كذا غاقة أقرو كذا غاقة أقال كذا كذا غاقة أكسماي كذا غاقة أقرب هر كذا غاقة مال ورب أدارو تشو وحن ليه الله سعرف ليش كشوا حالة تصيصاق إير سمالي أنا أرجع لي تارو بكسر ريا تارو بكا ودون تارو ده أنا كحلي كتاريخ وين ومقلة سحول ليه هاي حالة تصيصاق الله شيكو إير ساق إير سمالي سما تارو بكا كود بدن كده موافق عن الرسمانة يضارب أجرانسا هبيد يا مجرانسا قبيل كا قال كسر رئيس أولا وحنا هيا إسلاح كلية ما هني إيرن ودب الله صعدا إيرن مكلا يا الله حقا سوى هوي شبوتي وعيسا وحنا مركا هو هوين كي وحسن الله غلط هاي إيه برامش نموي كا متاع موجود منه وحنا هنا مجرانسا إيرن جيريو وربيت محمد عبد الله فرمان جو إيه برامش بالشد إيه تاكير سنقلي عاس بيانا فرح بضم إيه مجرانسا في دين marka gaalada media ayaad aragtaan waxa ku mid ah waxyeelada baraha bulshada ee kooxda maxamed abdullah farmaajo beeraha fara badan baahay suuq la gubay ayuu markaas ku qoray somaliland qoraalkiisa soo gooraysay uu leeyahay suuq ayaa markaas somaliland laga gubay suuqna ma aha waxna kan la gubay sawirka kala dhinac ayaa lahi waxa la daabacay 2022 bishii agoosto 4-teedii gaari xamuul ah ayaa markaas dib ku qabsaday baahay jidka u dhaxay jigjiga iyo wajahle kaas uu soo qaatay qoraalka uu ku qoray suuq laga gubay somaliland ayaanka baraha bulshada wax ka jira haba yaraatay لما أكو بيرها كلا أي بهي وح كمل ميجا كان على كيسان وعلوه لين وحوجري وإذا جاء لاس عرب ما خسوه وي لاس عرب ما كي يلا بوجري يا تلك الجينة يا تقال ما هي وهذا كم جرا صور كميجا كان أسواق عطوا كت الماء عيدا إذا جراها الله قبته إذا جلب هي وصور لا يسوق علي الله بدو كل اللي بعتني كودي حقا من ديرة حدود كبيرة الحوي وعرفتها بعتني شنتي جن وري لو كنا تين كون سوور لباهي ايو سو قاده وسوور علامه لا ساري واركا واخ كجرا لو اركو مركا سياسه سي بيرها فرا بده باهي لكن بيت هو وينيد او قلاطه اي باهيين تيه هو عايز بتاعك مكرم ساي لاس انا او لي ولا غبي واخ كجرا حدا يراتي لا ماركو محمد عبد الله ارتا و خو ليهي ميد كنيده هوسبيتالدا مركاسي واخ وي مغالده لاس انا
ciidamada Soomaaliland ay ku garaaceen madaafiic sidaas uu qoray laakiin sawirka waxa uu ka soo qaaday waxa arkaysa sawirka bas la sawirki waa ke hospital ku yaalay Yemen dhacda ka dhacday Yemen hospital ku yaalay ayuu sawirka soo qaaday waxa uu leeyahay halka ka waa kana hospitalka laas xarood oo yaa gubay Soomaaliland leey bentas faraha badan aad arkaysay maalmaha dhan ee kooxda cayayaanka barnaamij sida ay baahanayeen sidoo kale arrinta qabiilka horan xayaan ujeedooyin qabiil oo magaraas aan la rabo in lagu qiyo qabiilka dhul baanta oo leeyahay dhulkiina iyo deegaankiina iyo wadajirka Soomaaliland iyo qaranimada iyo dowladnimada oo muuqato sababta waa maxay arrin heesa meesha ku jirta talaal gabagabadu waxaan rabaa inaan idin sheego in halka kan idin kula wadaagi doono barnaamij dhammaystiran oo ku saabsan argagixisada ka dagaalamay salaasaano yaa ka mid ah shakhsiyaadkooda dokumenti aan raacin doonaa kuwa ay yihiin information dhammaystiran oo briyatan aan aruurinahay in idin wadaagi doono sidaxdii maalmood la soo dhaafana waxa halka kan igu arki weysay waxaan sanaxayay xoogaa hadda waa la daanahaysan dareem hayay weli si waa la xayaa aad baan idin salaamayaa jaalle axmed sulaymaan intaan dib ku kulmi doono waxaan idin la sidaa iyo nabadgelyo.